موضوع آخر يا مصطفى هو الاقتصاد الإسرائيلي. صحيح. يعني الاقتصاد الإسرائيلي تلقى ضربة كبيرة جدا وقاسية على مدار عام. الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب المدمرة على قطاع غزة تلقى عدد كبير من الضربات الاقتصادية. البورصة الإسرائيلية يعني شهدت انخفاض حاد على مدار السنة اللي فاتت في كل قطاعاتها، الوظائف أيضا متأثرة بقصة التجنيد، يعني عارفين كل الشعب الإسرائيلي هو مجند في الجيش، التكلفة الهائلة دي كلفت الدولة أرقام كبيرة، الحرب تطورت وطالت أماكن لم تكن أيضا يعني في حسبان الجيش في البداية، بجانب أيضا المناوشات اللي حصلت مع لبنان واستمرت بضربات متبادلة وفتح جبهات جديدة مع الصراع في عدد من الجبهات الأخرى كالعراق واليمن. الحقيقة اقتصاد جيش الاحتلال دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة ركود طويلة وغموض مستقبله غير معروف. هنتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. يعني برغم خليني أقول الدعم اللي بتتلقاه إسرائيل طول الوقت، لكن يعني في تأثير أكيد من الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي وتهاوي هذا الاقتصاد. لو حضرتك تشرح لنا المشهد أكتر. يعني خلينا أوضح لحضرتك نقطة، أن أي حرب تقوم فهناك اقتصاد لهذه الحرب. هذا الاقتصاد، اقتصاد الحرب بيستنزف الاقتصاد الحقيقي لأي دولة بغض النظر عن دولة الاحتلال أو دولة كيان بصفة عامة، لأن توجيه كل موارد الدولة للحرب بيؤثر على إنتاجها. زي ما حضرتك تفضلتي قلتي على مستوى البطالة، يمكن مستوى البطالة، معدلات البطالة في إسرائيل ما قلتش، لأن جنت كل الجنود الاحتياط ودخلهم تاني في الجيش، وبالتالي معدل البطالة نجد أنه لم يتغير. ولكن الخسائر اللي حصلت في الكيان المحتل وصلت تقديراته ل 67 مليار دولار. الدين الداخلي عنده زاد بنسب كبيرة جدا، تخطت 34 مليار دولار. معدلات النمو اللي كانت بتحصل، ويمكن إسرائيل كانت بتعمل معدلات نمو كبيرة بالنسبة لكينونتها دولة صغيرة في الشرق الأوسط، تعداد سكانها قرابة 10 مليون، كانوا بيعملوا معدلات نمو بترقى 4 و5%، والتوقعات ان هم كانوا يحققوا مثل هذه معدلات النمو، النهاردة بنتكلم على من 0.5% معدلات نمو. الخسائر الكبيرة اللي عندهم يمكن كان برضو معدلات التضخم. إسرائيل كانت معدلات التضخم فيها من 1.5% ل2%، تخطت 4.5%. نفس الكلام بالنسبة لأسعار الفائدة. يمكن الدعم اللي حضرتك أشرت إليه، إن هناك دعم كبير جدا، يعني نجد في أبريل الماضي أمريكا رصدت، الكونجرس رصد 26 و400 مليون دولار، يعني بنتكلم عن مبلغ كبير جدا، ولكن ده لا يتناسب مع حجم الخسائر اللي تكبتها الاقتصاد الإسرائيلي. وعلى فكرة الأرقام اللي بنقولها كلها لم تأخذ في الحسبان التوغل في الجبهة اللبنانية كما حدث في بداية الشهر الحالي. يمكن التوغل مع الجبهة اللبنانية كمان يخلي الأرقام دي تتغير. صحيح. على مستوى التقييم الدولي الاقتصاد الإسرائيلي، يعني موديس خفضت، يعني أغلب المؤسسات التقييم، موديس، ستاندرد بور، ويمكن موديس خفضت التقييم لإسرائيل إلى B1، وبالتالي هي نزلت من A لB1 درجتين مرة واحدة، وده يرجع لعدم الرؤية لإنهاء هذه الحرب. الرؤية الضبابية. وكان متوقع إن مثلا تنتهي هذا الحرب في ظل هذه الخسائر على 25، ولكن الاستمرار وفتح جبهات أخرى أعتقد أن الأرقام دي كمان ستتضاعف. طيب دكتور علاء، يعني إسرائيل دولة احتلال والجميع يتم تجنيده فيها، وده أمر بيطال قطاعات كبير جدا. أنا هتكلم هنا على مستوى البطالة،
يعني كيف تعمل الشركات الإسرائيلية في ظل تجنيد كل أبناء الشعب الإسرائيلي؟ يعني ما هي أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل؟ طبعا سؤال حضرتك كويس قوي. منين أن هناك قطاعات واقفة وبنقول معدل البطالة اللي أنا أشرت ليه لم يتأثر؟ ليه في الآخر معدل البطالة ومعدل تشغيل والناس اشتغلت في الجيش، ولكن على مستوى القطاعات من أكبر القطاعات اللي تأثرت جدا في الكيان المحتل هو القطاع العقاري، وبالتالي القطاع الإنشائي والعقاري الكلام ده تأثر جدا، حصل فيه انخفاضات كبيرة جدا يكاد يكون توقف. القطاع العقاري في اقتصاديا عشان بيحتاج ايد عامله، يعني بيجر معاه مش بس العقارات اللي بتقف، لا ده بيجر معاه اكتر من 90 نشاط كمان، فالانشطه كلها تتوقف. القطاع الثاني اللي تاثر الزراعه، وبالتالي تجد ان قطاع زي العقار اللي بيجر معاه 90 نشاط ونشاط مكمل، وكذلك القطاع الزراعي، وده تاثر كبير جدا، وده اللي رفع معدلات التضخم. تعتبر ارتفعت، يعني احنا بنتكلم مثلا معدل تضخم 2% يبقى يصل الى 4%، يعني انت بتتكلم في تضخم 100% زياده. يمكن احنا هنا في مصر معدل التضخم لما بنتكلم فيه ان هو كان 40% نزل ل 26%، معدل التضخم بتاعنا بيقل، ولكن هناك تضاعف 100%، ودي اللي بنسميها الاثار الجانبيه لاقتصاديات الحرب. توقف سلاسل الامداد، توقف سلاسل الامداد على المصانع، تكريس كل الجهود للانتاج العسكري، ولا الدعم، يعني دعم لا متناهي، سواء في مجال السلاح او مجال السلع او مجال الفلوس اللي بتقدمه لامريكا. وكما اشرت مع الاستاذه ان وصل 26 اكثر من 26.5 مليار دولار. سريعا يا دكتور، سريعا جدا دكتور علاء، هل الشيك الاسرائيلي تاثر؟ بصي بقى، الشيك الاسرائيلي لم يتاثر بقوه لسبب البنك الاسرائيلي بيدعم الشيك بانه يضخ اكثر، وضخ يمكن اكثر من 8 مليار دولار خلال 24 بس، عشان يحافظ شكلا على سعره، لان هو برضه مش عايز يصل يعني كل المؤثرات اللي حاصله دي، وهو مش عايز يصل الى الوضع الحقيقي، يعني الوضع الحقيقي اسوأ من الارقام اللي احنا بنقولها. ليه؟ لان هو بيضخ بيدعم، لكن لو في تضخم هيتاثر يعني عاجلا ام اجلا. شكرا ليك دكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، بنشكرك يا فندم.